أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في بداية حلقة جديدة من برنامج الرأي السياسي. في برنامج الرأي السياسي كما نؤكد دوما مشاهدي الكرام، الخلاف لا يفسد للود قضية، وكل الآراء والخطابات والأطاريح مرحب بها على بلاتو هذا البرنامج. حلقتنا الليلة مشاهدي الكرام تتمحور حول موضوع هام يعتبر من أساسيات الديمقراطية، يتعلق الأمر بمبدأ فصل السلطات، ونستضيف لتطوير نقاشي حوله كل من السادة الدكتور سيدي محمد السيد با، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، أهلا وسهلا بكم. معنا كذلك الدكتور سليمان الشيخ حمدي مدير مؤسسة رؤية للدراسات، أهلا وسهلا بكم. كان من المفترض أن يكون معنا نقيب المحامين الأستاذ الشيخ والحندي، لكنه تغيب لأسباب تخصه، ونحن في انتظار أن يلتحق بنا الدكتور يعقوب السيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط. وفي انتظار أن يلتحق بنا نترككم مشاهدي الكرام مع العنصر التمهيدي التالي لنبدأ معه بعده النقاش. المعاصرة على التكوين الأساسي الذي يستند إلى ثلاث سلطات أساسية تنفيذية وتشريعية وقضائية، وما تثيره العلاقات بينها من إشكالات تعتبر اليوم تهديدا لمكتسبات أي بلد من الديمقراطية. يكون الفصل بين السلطات مطلبا داعما للمسارات الديمقراطية، وموريتانيا كغيرها من الدول التي قطعت أشواطا في هذا الطريق تحاول جاهدة أن لا يؤثر مستوى التعاون بين السلطات على التزامها بالنظم والقوانين، إذ نجد أن السلطة القضائية مستقلة بممارساتها وطريقة اختيار المنخرطين فيها. من جهتها تتمتع السلطة التشريعية بالاستقلال التام عن الجهاز التنفيذي، وهو ما تدعمه خاصية عدم الجمع بين المنصب الوزاري والبرلماني. التنفيذية بدورها تتمتع بصلاحيات تعيين أعضائها وعزلهم، ومهام أخرى تدخل في الحيز المسموح لها. إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة، فهو وسيلة لاحترام القوانين وحتى تطبيقها، وبذلك هو أحد أهم تجليات الديمقراطية الحديثة. شكرا للزميلة طيبة الغوث على هذا العنصر التمهيدي. دكتور محمد سيدبا، لكي نبدأ النقاش من البداية ولكي يواكبنا المشاهدون في هذا النقاش ليس يكون ستكون أبعاده بالأساس أبعاد دستورية، البداية ما يعني فصل السلطات؟ شكرا على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل السلطات مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الليبرالية، وهو قديم نسبيا. فبعد الثورة الفرنسية في سنة 1789 تم تبني هذا المبدأ، وتم النص عليه في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، وحيث نص هذا الإعلان في مادته 16 على أن أي جماعة سياسية لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن أن تحقق الكفالة اللازمة للحقوق والحريات، وبالتالي فهي جماعة لا دستورية. وهذا المبدأ ارتبط باسم المفكر الفرنسي مونتسكيو، وإليه يرجع الفاضل في توضيح معالمه وخصائصه. ولكن إذا رجعنا قليلا نجد أن فكرة الفصل بين السلطات هي قديمة نسبيا. فأرسطو في إطار حديثه عن وظائف الدولة نراه يتبنى فكرة الفصل بين السلطات، وإن لم يسميها بهذا الاسم، حيث كان يرى بأن وظائف الدولة يجب أن تقسم إلى ثلاث وظائف، هي وظيفة المداولة وأقصد بها السلطة التشريعية، ووظيفة الأمر وأقصد بها السلطة التنفيذية، ووظيفة العدالة وأقصد بها السلطة القضائية. نزيد بعد ذلك في عصر النهضة المفكر والفيلسوف الإنجليزي جون لوك أيضا يتبنى هذا المبدأ، حيث قسم بدوره وظائف الدولة إلى ثلاثة وظائف، هي الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية
وظيفة المداولة، يعني الوظيفة القضائية دمجها في وظيفة السلطة التنفيذية. وكان يرى بأن هذه الوظائف يجب أن تسند إلى فئات مختلفة لكي لا يقع التعسف والاستبداد. بعد ذلك نجد أن مونتسكيو طور المبدأ وأوضح معالمه، ويلاحظ أن أفكار أرسطو في هذا الصدد صاغها في كتابه المشهور روح القوانين الذي أصدره سنة 1748، وكان يرى بأنه ليس هناك حكم أمثل يمكن وصفه في كل المجتمعات وفي كل الأزمنة، لأن الحكم في نظره قد يصلح، يعني حكم نظام، يعني يقصد النظام، قد يصلح لمجتمع معين ولا يصلح لمجتمعات أخرى، وقد يصلح في زمان معين ولا يكون صالحا في أزمنة أخرى. وكان المعيار لديه هو أن الحكم يكون صالحا إذا استطاع أن يضمن أو يكفل الحقوق والحريات. وهذا المبدأ نلاحظ أنه تم تبنيه مباشرة بعد الثورة الفرنسية، وترجم من خلال دستور فرنسا سنة 1791، وتبناه بعد ذلك الدستور الأمريكي. وبالتالي أصبح هذا المبدأ من المبادئ التي تقوم عليها النظام الديمقراطي الليبرالي، وإن اختلفت التفسيرات التي أعطيت له، فهناك تفسيرات تقليدية وهناك تفسيرات حديثة، وتباين في تفسير المبدأ والمقصود منه هو الذي أدى إلى تباين الأنظمة السياسية من حيث طبيعة النظام، يعني حيث نجد أنظمة رئاسية، أنظمة برلمانية، أنظمة مجلسية، وهذا يرجع إلى الاختلاف حول المقصود بالمبدأ. لننزل النقاش على أرض الواقع، كيف ينص الدستور على الدستور الموريتاني على السلطات العامة، وماذا أناط بكل واحد منها؟ هو دساتير ديمقراطية التي تتبنى هذا المبدأ لا تنص عليه صراحة، لا نجد دستورا يقول وسيتم تنظيم السلطات على أساس الفصل بينها، ولكن الفصل يكون واضحا من خلال تنظيم الدستور للسلطات. عندما يحدد الدستور السلطات الدولة، مثلا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ويسند لكل سلطة اختصاصات محددة، هذا يكون من الواضح أنه تبنى هذا المبدأ. بخصوص بريطانيا سأتي إلى السؤال. إذا الأنظمة كما قلت اختلفت في تفسيرها للمبدأ. بعض الأنظمة أخذ بالفاصل الجامد بين السلطات، يعني معنى جنود معناها عدم إمكانية تداخل السلطات وعدم إمكانية تعاونها وتوازنها، وهذه نجدها في الأنظمة الرئاسية. بعض الأنظمة أخذ بتفسير آخر المبدأ على أنه يسمح بتعاون السلطات وتوازنها، وبالتالي الذين فسروا المبدأ هذا التفسير أخذوا بالنظام البرلماني. بريطانيا تبنت نظاما من نوع ما، يعني تبنت نظاما شبيها بالنظام الفرنسي في ظل الدستور الجمهوري الخامسة، ومن المعروف أن هذا الدستور مزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وبالتالي أصبح يسمح إلى حد ما بتعاون السلطات وداخلها، وبالتالي النظام السياسي الموريتاني تمت صياغته على نمط النظام الفرنسي في الجمهورية الخامسة، وبالتالي تنظيم السلطات وتنظيم العلاقة بينها شبيه بهذا الدستور، وهو يقوم على نوع من الفصل بين السلطات، ولكنه فصل مرن يسمح بتعاون السلطات وبتأثير بعضها على بعض. والتعاون هنا المقصود به هو إمكانية تدخل كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالات أخرى، والتأثير المتبادل أيضا يظهر من خلال مثلا إمكانية
محل البرلمان بالنسبة لي للسلطة التنفيذية وإمكانية نزع الثقة من الحكومة من طرف البرلمان. إذا هذا تأثير متبادل، أنا كل من السلطتين تستطيع أن تنهي وجود الأخرى، وهذا هو ما يؤدي إلى التوازن، والتوازن بين السلطات مطلوب في الأنظمة الديمقراطية. إذا مرة ثانية دستور نظم السلطات على هذا النحو، وهناك العديد من الآليات الأخرى التي يمكن الحديث عنها عندما توسع في النقاش سنأتي إليها إن شاء الله. دكتور سليمان، نسألكم عن الضمانات القانونية لاستقلالية هذه السلطة عن بعضها، لأنه في نفس الصلاحيات التي أعطى الدستور الموريتاني بكل سلطة من هذه السلطة، ما الضامن أن لا تتداخل لا تصادم صلاحيات؟ قبل أن نتكلم عن هذه الضمانات يجب أن نتكلم عن المبدأ في حد ذاته. نحن نعلم أن مبدأ فصل السلطات حسب الدارسين القانونيين ليس مبدأ مقدسا بما في الكلمة من معنى، هو فقط وصلت إليه التجربة من خلال الخلفية التاريخية التي كانت عليها أوروبا أيام الحكم الكنسي، والتي كانت كل السلطات مركزة في يد حاكم واحد. لذلك لما جاءت السلطة الفرنسية وجاء مونتسكيو كانت عنده هاجس أن ترجع السلطة إلى التكريس في يد شخص واحد، لذلك حاول أن يجد نظرية معينة فجاء اهتداف التفكير إلى هذا المبدأ فصل السلطات. لكن ليس من المستغرب أن يطور نظاما آخر سياسيا نوعا من هذا المبدأ يحفظ لنا الجوهر الذي من أجله قام هذا المبدأ، أي هو أن لا تتغول سلطة على سلطة ونظل النظام يسير إلى الأمام. في هذا المبدأ والذي ركز عليه علماء العلوم السياسية أنه ما يسمى بمبدأ فصل السلطات هو مبدأ نظري أكثر من اللازم، حتى إذا جئنا على أرض الواقع نجد تطبيقات هذا المبدأ في أعراق الديمقراطيات لا يمكن أن نتلمسها بشكل يعني فعلا أنه فصل حاد مبدئي، وإنما هو فقط فصل شبه نظري. إذا جئنا للتطبيق لا يمكن للسلطة، السلطة التشريعية مثلا أو السلطة التنفيذية تستقيل في كل قراراتها عن السلطة الأخرى، لا بد أثناء التداخل اليوم للقرارات والقوانين وللتسيير للدولة لا بد أن تتداخل هذه السلطات. لذلك لا بد حتى في أعز تطبيقات لهذا المبدأ أن تكون هناك نوع من المرونة لكل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ربما هو ما يخفف من النظام الرئاسي الذي يتميز بقوة السلطة الرئاسية مقارنة مع السلطة التشريعية. وأيضا نجد في النظام البرلماني الذي يعطي صلاحية أكثر للبرلمان في مقابل السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية مقابل السلطة التنفيذية. لذلك فإن الضمانات الأساسية هي تنمية روح السلطة في صاحب السلطة، أن لم يروح السلطة التشريعية لدى المشرعين، وأن لم يروح السلطة التنفيذية لدى السلطة التنفيذية، ودائما يكون هنالك شبه يعني استئثار للسلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، خاصة في ديمقراطية ناشئة كديمقراطيتنا. لذلك نحن أحوج إلى أن ننمي روح السلطة في أصحاب السلطة دون ولا نتكل فقط على قانون حاد يعني صارم لهذا سلطته ولهذا سلطته. إذن هذا هو بشكل عام. لكن بخصوص الحالة الموريتانية سمعنا كلام الدكتور عن الصلاحيات التي أناطى الدستور بكل سلطة من السلطات، الآن ما هي الضمانات الأساسية لكي لا تتداخل؟ هي هناك ضمانات في الدستور الموريتاني. في الدستور الموريتاني هناك شيء اسمه المجلس الدستوري، هذا أي قانون صدر وتم طعن فيه من إحدى السلطتين يرجع إلى هذا القانون، إلى هذا المجلس الدستوري فيرى بدستورية هذا القانون. إذا كانت فعلا السلطة التشريعية جاءت بهذا القانون بناء على الصلاحيات التي منح لها الدستور، طبعا يجد أن الدستور عدد كثير من المجالات التي تختص بالسلطة التشريعية، عددها واحد تلو الآخر لدرجة أنها شملت كل أنماط الحياة. فما يخرج عن هذه المجالات التي حددت يدخل في السلطة التنفيذية من خلال قراراتها. فإذا تداخلت هذه السلطة أو صار في ظهر في شك لقرار معين أنه قد يكون في تجاوز لإحدى السلطتين، نلجأ إلى مجلس الدستوري فيحل الإشكالية. إذن هذه تقريبا أحد الضمانات بالإضافة للضمانات التي ذكرها الدكتور وهي شكرا جزيلا. دكتور، دائما لنصل إلى لب النقاش، هناك من يرى أن أعضاء الحكومة يشعرون فقط بمسؤوليتهم القانونية أمام رئيس الدولة، في حين أن ذلك لا ينطبق على البرلمان الذي من المفروض أنه سلطة رقابة
ومسالم. كيف؟ هناك من يرى أن أعضاء الحكومة في الحالة الموريتانية يشعرون فقط بمسؤوليتهم القانونية أمام رئيس الدولة، في حين أن ذلك لا ينطبق على البرلمان الذي من المفروض أنه سلطة رقابة ومساءلة. طيب، من ناحية دستورية أعضاء الحكومة مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، يعني عندهم مسؤولية مزدوجة. هم مسؤولون أمام رئيس الجمهورية من جهة، ومسؤولون أمام البرلمان من جهة أخرى. وبالتالي مسؤوليتهم أمام رئيس الدولة تجعلهم طبعا مدينون له بوجودهم، أصلا لأن الدستور يعطيه اختصاصه في تعيينهم، ومسؤوليتهم أمام البرلمان أيضا بوصفهم بوصف الحكومة كهيئة مسؤولة أمام البرلمان عن تسيير هذا الشأن العام، وبالتالي يمكن للبرلمان إذا رأى أن هناك تقصير من الحكومة أو إساءة للتصرف يمكن له أن يحاسبها من خلال عدة وسائل، هي الأسئلة الشفهية والكتابية والاستجواب ولجان التحقيق، وأخيرا المسؤولية السياسية التي تترجم من خلال نسع الثقة من الحكومة. أما شعور الحكومة، يعني أعضاء الحكومة، بأن مسؤوليتهم أمام رئيس الدولة أكبر من مسؤوليتهم أمام البرلمان، وهذه أمور ربما ترجع إلى أمور شخصية لا أعتقد أن لها تبريرا أو تفسيرا في ظل النظام الديمقراطي. القائلون بهذا الرأي ربما يلمحون إلى أن الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة رئاسة الجمهورية ربما صلاحيات كبيرة تجعل من مختلف السلطات لديها اعتبار خاص لمؤسسة رئاسة الجمهورية بوصفها جزءا من السلطة التنفيذية. طيب، هو أظن أن هذا نقاش دستوري. لا، هو صلاحيات مؤسسة رئيس الدولة ليست واسعة مثلا بقدر، يعني بشكل غير مألوف. فنمط يعني طبيعة النظام السياسي الموريتاني تفرض مثل هذه الاختصاصات، اعطاء مثل هذه الاختصاصات لمؤسسة رئيس الدولة. وقلت سابقا بأن المشرع الدستوري الموريتاني نظم السلطات على غرار ما هو موجود في الدستور الفرنسي، وبالمناسبة الدستور الفرنسي لسنة 58 تأثر به العديد من الدساتير الإفريقية وحتى من الدساتير الأوروبية، وبالتالي الدستور الموريتاني ليس بدعة في هذا الصدد. ولكن هناك ناحية يجب أن نشير إليها، وهي أن مركز الحكومة في النظام السياسي يتحدد من خلال ما إذا كانت الحكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية، يعني في الأنظمة التي تقر مسؤولية الحكومة البرلمان كقاعدة عامة يجب أن تكون الحكومة منبثقة عن الحزب الحاصل على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي يكون موقع الحكومة ومكانته في النظام السياسي مستمد من انتمائها وانبثاقها عن الحزب الذي يملك أغلبية البرلمان، وبالتالي تكون مساندة من طرف هذه الأغلبية، وبالتالي ما دامت هذه الأغلبية موجودة ومتماسكة فتكون للحكومة هامش من الحرية، لأن صلاحية الرئيس في إقالتها يعني لا تكون مطلقة تماما، لأن الرئيس مثلا عندما يقيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية فهذه تكون مجازفة. وبالتالي يعني في مثل هذه الحالة تكون الحكومة مكانة قوية نسبيا للنظام السياسي، أما إذا كانت منبثقة عن أو معينة ولا تنتمي وليست مساندة بأغلبية برلمانية فيكون موقعها ضعيفا في مواجهة الرئيس. على ضوء تقييمكم هذا ونظرتكم هذه الحالة الموريتانية والساق الموريتاني،
أو صلاحيات السلطة على مستوى دستور موريتاني؟ ما مدى وجاهة من يدعون لتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية من وجهة نظركم؟ عندما نحدد ما يملكه البرلمان من اختصاصات نجد أن البرلمان الموريتاني يمارس نفس الاختصاصات التي تمارسها البرلمانات في الأنظمة الأخرى. فالبرلمان عادة يملك وظيفتين أساسيتين، هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية. فالوظيفة التشريعية البرلمان يمارس التشريع في إطار طبعا محدد، يعني الشيء الذي يمكن الحديث عنه في هذا الخصوص هو أن مجال القانون، يعني المجال الذي يشرعه البرلمان بالدستور الموريتاني محدد، يعني لا يشرع البرلمان، لا يشرع في كل المجالات، يشرع في مجالات محددة محددة الدستور. وهذه التقنية أيضا نجدها في الدستور الفرنسي ومعقودة منه، ونجدها في دساتير دول المغرب العربي وفي الدستور السنغالي والعديد من الدساتير. وبالتالي داخل هذا المجال المحدد للبرلمان ويشرع فيه بحرية. وأيضا يملك يعني الوظيفة الرقابية أيضا يملك لها، يملك لممارستها عدة آليات وتقنيات دستورية كما ذكرت سابقا. فهو يمكن له أن يراقب عمل الحكومة من خلال الأسئلة، يمكن الشفوية والكتابية، ومن خلال لجان التحقيق، ومن خلال البيانات التي يتلقاها من الحكومة وهي يعني واجب دستوري، ومن خلال نزع الثقة من الحكومة، المبادرة بنزع الثقة، يعني من خلال ملتمس الرقاب. وهذه نفس الآليات الرقابية التي نجدها في الأنظمة. ولكن تبقى هناك ملاحظة تدور الإشارة إليها، وهي أن البرلمان ربما لا يمارس هذه الاختصاصات المتاحة له. فالبرلمان يملك إلى جانب التصويت، اختصاص التصويت على القوانين، يملك حق المبادرة بالقوانين، يعني اقتراح القوانين إلى جانب الحكومة. ولكن نلاحظ أن البرلمان هذا الجانب لا، يعني لا يمارس هذه الاختصاصات. هذا تقصير البرلمان أنفسهم. نعم، صلاحية دستورية لا يقترح. البرلمان لا يقترح. فعندما نلاحظ أن الحصيلة التشريعية للبرلمان الموريتاني منذ وضع دستور 91 إلى الآن، أعتقد ليس هناك، جميع القوانين هي من مصدر حكومي، يعني مقترحة من طرف الحكومة باستثناء قانون واحد. إذا هذا الجانب البرلمان مقصر فيه، يعني هناك قصص لا يمارسه. أيضا هذه الآليات الرقابية الأخرى أعتقد بأنه أيضا لا يمارسها بالقدر الكافي. فهناك الأسئلة، نلاحظ أن آلية الأسئلة تستخدم في بعض الحالات، وهي الآلية الأكثر استخدام من طرف البرلمان، بينما لجان التحقيق والرقابة والاستجواب وهذه أمور لا نجدها، البرلمان لا يمارسها. ونلاحظ أيضا أنه حتى آلية المتعلقة بتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، أيضا هذه آلية لم يمارسها البرلمان. حصل أن تم الشروع في تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومات، لكنها توقفت في يعني مرحلة معينة قبل أن تصل إلى نهايتها. قد يفسر هذا بأن الأغلبية البرلمانية دائما هي أغلبية مساندة للحكومة، وبالتالي عندما تكون الأغلبية مساندة للحكومة طبعا لا تكون هناك، لا يكون هناك مجال لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة إلا إذا حصل تبدل في موقف هذه الأغلبية. وهذا أيضا هو الذي حصل المرة التي تمت فيها محاولة تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة. إذن عموما البرلمان لديه العديد من الآليات، سواء تعلق الأمر بالمجال الرقابي المجال التشريعي، ولكنه لا يستخدمها. واضح. نرى مع الدكتور سليمان أيضا تقييمه لصلاحيات السلطة التشريعية في موازاة بقية السلطة الموجودة من ناحية دستورية. شكرا. أنا أرى أنه المشكلة هنا ليست مشكلة قوانين، فالقانون ينص على مثل ما قال الدكتور على صلاحيات البرلمان في ما سيقوم به تجاه الحكومة، لكن المشكلة في ذهنية المشرع نفسه، ذهنية البرلماني
لم ينفصل بعده عن ذهنية أن هذه الحكومة أصلا بذقت من الحب من الحزب الحاكم، فليس هنالك تحديد لأن هذه السلطة التشريعية تنفصل عن السلطة التنفيذية. فإذا قدمت الحكومة أي برنامج أو أي شيء تجد من البرلمان يسابق من أجل الإقرار على هذا القانون أو هذا المقترح، بغض النظر عن وظيفته التشريعية التي يجب أو وظيفته الرقابية التي يجب أن تكون هي الأولى. لذلك نحن هنا في جدلية البرلمان نفسه، السلطة التشريعية نفسها، هل يعني من مصلحتنا أن تكون الحكومة دائما منبثقة من الحزب الحاكم، أم أن هنالك آلية أخرى يجب تطويرها حتى نستطيع أن نفصل ذهنيا بين المشرع وبين السلطة التنفيذية؟ نحن لا نستطيع أن نفصل بينهم لأنه السلطة التنفيذية الحكومة هي نفس القرارات التي تأخذ بها الحكومة، نجد أن البرلمان فقط مدافع عن هذه القرارات، في حين فقد كل وظيفته التي جاء الدكتور. لذلك يجب أن ننظر في آلية مثل ما طورنا مونتسكيو مبدأ فصل السلطات، نطور نحن أيضا آلية تناسب ذهنيتنا التي لازالت في بداياتها حتى نستطيع أن نفصل بين المشرع وبين الحكومة وبين السلطة التنفيذية، وهي طبعا عندها آليات كثيرة. إذن أنتم غير راضون على مستوى الممارسة، غير راضون على الأداء التشريعي. الأداء التشريعي فقط. القوانين نحن جئنا بقوانين من محاكاة للدستور الفرنسي، وهو من أرقى الدساتير، محاكاة للدساتير الأخرى. نجد أنه حتى هذه المشكلة ليست عندنا نحن فقط. الدستور الجزائري مثلا نص بالحرف الواحد على مبدأ فصل السلطات في الديباجة وفي المادة 14، يعني بالعبارة يتم العمل بمبدأ فصل السلطات، نتيجة لأنه نفس الشيء يعانون من نفس المشكلة، أنه المشرع ينظر بخلفية أن السلطة التنفيذية جزء منه، وأن مساءلتها أو النيل منها يعتبر نيل من الشرعية التي جاءت به إلى هذه المقاعد. لذلك تطوير نظام آخر قد يكون أولى بنا من هذا. جيد دكتور، هناك من يرى أنه من الناحية التشريعية دائما هناك حديث عن توسيع صلاحيات تنفيذية على حساب التشريعية، وخاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية من ناحية دستورية. هناك من يرى أنه من الناحية التشريعية تدخل رئيس الدولة في وضع القواعد التنظيمية والتشريع في حالة الاستثناء وحل البرلمان، بل يشارك الجهاز التشريعي في مهامه حتى في الظروف العادية، ليصبح هذا الأخير مجرد جهاز تابع بشكل شبه مطلق للرئيس، فللرئيس حق توجيه الخطاب للبرلمان دون أن يستدعي ذلك فتح نقاش حوله، المادة 30 من الدستور، حق إصدار الأمر بتنفيذ القوانين، المادة 32 من الدستور، حق حل البرلمان من خلال المادة 31 من الدستور. هذه اختصاصات يملكها رئيس الدولة في مجال السلطة التشريعية، وهي أيضا مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا ينفرد بها الدستور الموريتاني، فنجدها في الدستور الفرنسي وفي الدساتير المغاربية وفي بعض الدساتير الإفريقية وفي بعض الدساتير الأخرى، إذن ليست غريبة. فمثلا يكون الرئيس الجمهورية هو الذي يصدر القانون، يعني هو الذي يصدق القانون يوقعه ويأمر بإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، وكونه يستطيع أن يلجأ إلى الاستفتاء، وكونه يستطيع أن يدعو البرلمان للعقاد في دورات غير عادية، وكونه يستطيع أن يحل البرلمان، وكونه يشرع أو يمكن أن يمارس التشريع في حالات التي لا يوجد فيها البرلمان، كمعلان مثل حالة الاستثناء. هذه تقنيات نجدها كما قلت في الدستور الفرنسي الذي هو مصدر تاريخي الدستور الموريتاني، وفي العديد من الدساتير المتأثرة به، وهي مظهر من مظاهر تعاون السلطات، لأن النظام الموريتاني هو نظام مختلط يجمع بين خصائص النظام الرئاسي وخصائص النظام البرلماني، وبالتالي وجود هذه الآليات فيه مسألة عادية ما دام قد تبنى هذا النهج. والأنظمة عادة الديمقراطية إما أن تكون رئاسية أو برلمانية أو مجلسية أو مختلطة، موريتانيا أخذت بهذا النظام المختلط، وهذه من مقتضياته، وبالتالي
فما دام هذا هو الخيار فتبقى هذه الاختصاصات لمؤسسة رئيس الدولة اختصاصات عادية وبالتالي لا تؤثر على سير النظام السياسي وعلى توازن بين السلطات. فالتجربة الفرنسية التي تأثرنا بها هي تعد من أكثر التجارب الديمقراطية نجاحا. فشراح القانون الدستوري الفرنسيين لاحظوا أن النظام الفرنسي لم يعرف الاستقرار إلا في ظل هذا الدستور الذي استطاع أن يحقق استقرارا سياسيا بعد أن كانت عرفت فرنسا في ظل الجمهوريتين الرابعة والثالثة نوع من عدم الاستقرار السياسي والحكومي. وبالتالي رأوا بأن خاصة الجنرال دوغول الذي كان وراء وضع الدستور بأن إعطاء مؤسسة رئيس الدولة سلطات واسعة هو الذي يمكن أن يضمن الاستقرار. وفعلا تحقق لها الاستقرار بفعل تلك تفوق مؤسسة رئيس الدولة. أعتقد وبالتالي أعتقد بأن الصلاحيات الواسعة لمؤسسة رئيس الدولة لا تحول دون السير الحسن للمؤسسات ولا تؤثر على علاقات التوازن بينها إذا احترمت الاختصاصات وطبقت بشكل سليم. إذا أنتم راضون عن هذا التوزيع بهذا الشكل لاعتبارات سياسية؟ لا 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 ليس لا لا الاعتبارات قانونية دستورية محضة. فأنا أعتقد بأن التنظيم المؤسسات الدستورية الموريتانية الحالية أعتقد بأنه مقبول إلى حد ما. يمكن إدخال بعض التحسينات وهذه مسألة طبيعية وعادية. يمكن مثلا إعطاء توسيع صلاحيات الحكومة مثلا الحكومة كمؤسسة يعني لأن السلطة التنفيذية هي هناك مؤسستين هنا مؤسسة رئيس الجمهورية ومؤسسة الحكومة. يمكن مثلا توسيع صلاحيات الحكومة هذه مسألة عادية. يمكن أيضا تعزيز سلطات البرلمان في المجال الرقابي مثلا تخفيف شروط مثلا المصادقة على ملتمس الرقابة ضد الحكومة. فالدستور يحيطه ببعض الشروط تجعل إعماله صعبا. يمكن تخفيف من شروطه. يمكن زيادة هذه الآليات الرقابية عن طريق مثلا وضع آلية الاستجواب في الدستور غائبة منه. يعني بعض الآليات من هذا القبيل. ويمكن أيضا إدخال بعض الإصلاحات تتعلق ب مراقبة دستورية القوانين إلى آخره. جيد شكرا جزيلا. دكتور سليمان هناك من يثير أن العلاقة بين طرفي السلطة التنفيذية ممثلين في الحكومة ومؤسسة الرئاسة الجمهورية أنها علاقة غير متكافئة وبالتالي يدعون دائما لتوسيع صلاحيات الحكومة كما أشار الدكتور وكما اقترح. كيف تقيمون هذه الصلاحيات الممنوحة لطرفي السلطة التنفيذية؟ نعم احنا اذا جينا نقيم هذه العلاقه يجب ان يكون عندنا نموذج نقيس من خلاله. فمثل ما قال الدكتور نحن اخذنا من الدستور الفرنسي. فهل نحن على مستوى التجربه الفرنسيه الان؟ الفرنسيه لديها رئيس ولديها حكومه ولديها برلمان. نجد ان الحكومه الفرنسيه لها كامل الصلاحيه وتمارس سلطاتها بكامل الصلاحيه. ورئيس الجمهوريه ايضا بكامل صلاحياته يمارس وكذلك البرلمان يمارس نفس الصلاحيات. أعتقد أن المشكلة التي وقعت فيها العلاقة بين السلطة التشريعية في موريتانيا والسلطة التنفيذية أنه السلطة أن الحكومة كأحد أركان السلطة التنفيذية لم تأخذ على عاتقها تلك المسؤولية الكبيرة أمام البرلمان. بالتالي حتى منصب الوزير أو منصب الوزارة أو كذا لا يأخذ نفس الحيز الذي يأخذه في الديمقراطية الفرنسية مثلا. لماذا؟
هل هو نتيجة لعرف يعني نتيجة الممارسة الطويلة للوزراء أنهم تعودوا أن يكونوا فقط موظفين، أم هي نتيجة لعلاقتهم التي الباردة مع السلطة التشريعية والتي يعرفون أنها لن تتطور في يوم من الأيام إلى مسألة حقيقية أو حجب ثقة أو كذا؟ هو كلا النوعين. فنحن لو مثلا وسعنا صلاحيات الحكومة إلى أن كانت كل الأمور التنفيذية الداخلية مثلا تتعلق بالحكومة، وتبقى لرئاسة الدولة الأمور السيادية أو الأمور الأخرى، وهي قلة يعني الأمور السيادية قلة مقارنة مع دور الحكومة الذي يمس المواطن ويمس حياة المواطن اليومية، والتي فعلا يشعر المواطن أن الحكومة قد تكون قصرت فيها، والبرلمان أيضا لم يوازي تلك الطموحات التي لدى الشارع. إذن هذه القضية هنا أن الحكومة يجب أن توسع صلاحياتها في الأمور التنفيذية التي تمس هذا، بينما تبقى للرئاسة الأمور السيادية التي لا تمس المواطن بشكل عادي، ويكون دور المشرع هو الرقابة على هذه، والانفصال أيضا الانفصال النفسي عن الحكومة، وأنها أصلا جاءت من الحزب الحاكم أو من الحزب الأغلبية. وهذا أعتقد المشرع الموريتاني لما فصل بين أن النائب إذا انتخب وذهب الحكومة أن يفقد صفته كنائب، هي كان هدف منها أنه انقطاع الصلة بين المشرع وبين السلطة التنفيذية. لكن للأسف الشديد لا زالت عقلية المشرع عندنا، وعقلية أيضا السلطة التنفيذية هي عقلية متخلفة بما نطمح إليه. لذلك إذا استطاعت أن تركز هذه النقطة أنه السلطة التشريعية تمارس دورها الحقيقي، والسلطة التنفيذية أيضا تمارس دورها الواسع المسموح لها بمستوى من التنظيم، تنظيم فقط الصلاحيات، أن تبقى لرئاسة الجمهورية الصلاحيات السيادية، وتبقى للسلطة التنفيذية وهي كثيرة الصلاحيات التنفيذية تمس حياة المواطن بشكل عادي، والتي يرى أنها هي المقصرة في شيء، ويقول البرلمان يراقب الحكومة. سمعت هذا المقترح، لكن على مستوى الواقع الدستوري اليوم، الصلاحيات الممنوحة للحكومة والصلاحيات الممنوحة لرئاسة الجمهورية، هناك من يقترح مثلا أن تقلل صلاحيات رئاسة الجمهورية لصالح رئاسة الحكومة، هل ترون هذا الرأي انطلاقا من الواقع الدستوري اليوم؟ هو مهما قلصنا من رئاسة من 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 صلاحيات الرئيس للحكومة، تظل دائما العقلية هي نفس العقلية، انه في سلطة اعلى من الوزير، من الوزير الاول. طالما الوزير الاول يرى انه فقط موظف لدى الرئاسة او انه يتبع في للمؤسسة الرئاسة، ستظل هذا الخلل قائم. اما اذا عرف انه مسؤول عن مسؤوليه مباشره وكامله عن السلطه التي تضع تحت نفسه وعن الموضوع الذي يوكل اليه، عندها ستكون فعلا فيه عمل حقيقي في المجال التنفيذي للحكومه، ويكون البرلمان مراقب لهذا. ففعلا هي توسيع الصلاحيات، ليس فقط توسيع الصلاحيات وانما توسيع الممارسه وترسيخ الممارسه الحقيقيه للوزراء ولرئيس الوزراء في معه. شكرا لكم دكتور سليمان. إذا ضيوفي الكرام، لدي فريق البرنامج تجول في الشارع الموريتاني وأخذ بعض الآراء وبعض الانطباعات بخصوص مبدأ فصل السلطات، لنرى آراء هؤلاء المواطنين. ما يصير عن عود السلطات اللي هي الأربعة باش قد يعود دولة قائمة، حالة أن يعود السلطات القضائية حدها وعندها حرية مطلقة، والسلطات التشريعية هم اللي قايمين دورهم لأن هم المثل المواطن، وهم هم هم الدفاع عن حقوق المواطن، ينبغي لهم عدو لا خاكين يعقوب من دولة للسلطات، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، قررنا باوشة يا ضروري أوكي السلطات دون قولوا بقى كلهم ما يرضى السلطة التنفيذية تتدخل في قرارات السلطة القضائية، ولا السلطة القضائية تتدخل في قرارات السلطة التشريعية، كل سلطة تعود عندها قراراتها هي، وزي ما نجي تكريس الديمقراطية. فصل السلطات أمر ضروري، لا بد منه به، لما تخلق هم كل سلطة تعود عندها الحرية في عملها، تخلق هم بعض من الارتباك، وتعود واحدة من السلطات مسيطرة على السلطة ومهيمنة عليها. أنا أرى أن الفصل بين السلطات عنه أمر ضروري ترسيخ الديمقراطية، لأنه منين يعود ماهم كلهم يدخلون بدورها وحدها، ما فهمت ياها ديمقراطية، ما تقدر تعودهم ديمقراطية صالحة. إذا شكرا للبرنامج. لا جولوا الزملاء الشارع نواكشوط وقبلوا مجموعة من الآراء، عندكم تعليق بخصوصها دكتور؟ بدون
يبدون ما هو متخصص على يبدون يبدون الجماعة اللي التقى ميكرو التلفزة يبدون هم مجمعين على ضرورة فصل السلطات وهذه من حيث المبدأ صحيح. السلطات يجب أن تفصل وهذا هو رأي المفكرين بهذا الخصوص. فالسلطة مونتسكيو يقول بأن التجربة الأبدية أثبتت أنه ما من أحد يملك السلطة إلا ويسيء استعمالها إلى أن يجد من يوقفه. ومن هنا قال قولته المشهورة: السلطة تحد السلطة. إذن السلطة عندما تركز في يدي شخص واحد أو هيئة واحدة لابد من أن يسيء استعمالها. ويقول مونتسكيو يقول حتى الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدود. إذن المبدأ متفق عليه وهو ضروري لتنظيم السلطات. ولكن يجب أن لا نفهم أن هذا الفصل هو فصل جامد، لأن هذا المعنى أو هذا الفهم للمبدأ منتقد. هو الفهم اللي يتبادل. نعم، منتقد على أساس أن فصل السلطات وعدم تعاونها يؤدي إلى أو يتنافى مع وحدة السلطات في الدولة. وأيضا منتقد على أساس أنه يؤدي إلى الفوضى عندما تعمل كل سلطة بحرية تامة وانفصال عن السلطات الأخرى، معنى أنه حصل ارتباك وفوضى في سلطات الدولة وفي سيرها. وهو أيضا منتقد على أساس أنه البعض يرى بأنه مبدأ خيالي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأنه عندما تنظم السلطات سرعان ما تسيطر إحدى هذه السلطات على باقي السلطات الأخرى. وأيضا قيل إن هذا المبدأ أخذ به لمحاصرة والوقوف أمام السلطات الملوك التي كانت طاغية في ذلك الوقت، وبالتالي هذا المبرر لم يعد موجودا، وبالتالي لم يعد هناك مبرر للقول بالفصل الجامد بين السلطات. وبالتالي نلاحظ أن معظم الأنظمة الديمقراطية الآن تأخذ بالمبدأ ولكن تأخذ به بشكل مرن، وبالتالي تنظم سلطاتها على نحو يسمح بالتعاون والتوازن بين السلطات وتداخل بعضها في مجال البعض الآخر. وأيضا نلاحظ أن الأنظمة التي تتبنى هذا التفسير هي الأكثر، وأنها أيضا ناجحة حيث لم تسجل حالات أدى بها تنظيم السلطات على النحو إلى مشاكل في الأنظمة السياسية. إذن العمل بين مختلف السلطات هو عمل تكاملي، هذه الرسالة التي تودون تلفتها. مبدأ السلطات يجب فصلها، ولكن هذا الفصل يجب أن يكون فصل مرنا يسمح بتعاون السلطات وتوازنها. التفسير الآخر نلاحظ أن بعض الأنظمة يأخذ به النظام الأمريكي الآن قائم على أساس فصل جامد بين السلطات، ولكن البعض يرى بأن النظام الرئاسي الذي تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية لم يستطع أن يخرج القارة الأمريكية، يعني نجح في أمريكا ولكنه لم ينجح خارجها. لأنه فصل قائم على فصل جامد بين السلطات. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الدولة لا يستطيع أن يحل البرلمان ولا يستطيع أن يدعوه للانعقاد، والحكومة البرلمان لا يستطيع أن يسقط الحكومة ولا أن ينزع منها الثقة، والحكومة لا تقترح القوانين، والرئيس لا يحل البرلمان. إذن فصل جامد. واضح الفكرة. دكتور، لديكم تعليق أيضا على آراء هؤلاء المواطنين؟ أنا الحقيقة أثمن
على الاقل الثقافه التي لدى الشارع اذا لم تكن منتخب يعني نخبه اذا كان شارع عادي فهذه يعني على الاقل مستوى لا باس به، وهذا طبعا يعكس الشعب الموريتاني كله اصلا شعب مثقف سياسيا ولديهم على الاقل انطباع، وهذا الشيء جيد. فقط اريد ان انبه الى انه القضيه هنا نحن لا نعاني من قضيه قوانين نظريا، لان عندنا قوانين، نحن نعاني من قضيه ممارسه، وهي تنبني على ثلاث اشياء رئيسيه لابد ان تركز في كل سلطه سواء التشريعيه او التنفيذيه. الاول هو روح السلطه نفسها، ان المشرع يحس انه لديه روح نفس تشريعي وليس جزءا من التنفيذيين، وكذلك الحكومه يجب ان تحس ان لديها نفس تنفيذي ولا علاقه لها بالبرلمان. ثم عندنا تنميه المعارف نفسها، المعارف التشريعيه بالبرلمان، هل عملنا دورات لبرلمانيين حتى نعطيهم مستوى معين من الثقافه التشريعيه؟ نحن لم نقم بهذا. الممارسه التشريعيه ممارسه قويه وتحتاج كثير من المهارات وكثير من هذا. ايضا الوظيفه التنفيذيه ايضا لديها مهارات هي الاخرى. فنحن بحاجه الى ان نشيع هذه الروح الديمقراطيه وهذه الممارسه الديمقراطيه اكثر مما نحن بحاجه الى قوانين صارمه لهذه، والا القوانين الصارمه موجوده عندنا ولكنها لم تقدم ولم تؤخر. نحن نعاني من عقليه الشخص نفسه الذي يتولى هذه السلطه، فلما ننمي في هذه المهارات وهذه الروح سوف نجد انه فعلا مارس سلطته التشريعيه وكذلك الحكومه مارست سلطتها التنفيذي. إذا أنتم ترون أن معالجة الموروث بعيدة عن نقاش الدستوري، معالجة الموروث الاجتماعي والعقلية أولى من التحسينات التشريعية؟ نعم، ليس فقط العقلية الاجتماعية، هو فقط هي مهارات. من السهل أن تأخذ برلماني من 5 سنوات مثلا أو 4 سنوات، في السنة الأولى مثلا يكون أداؤه متوسط، ثم بالاجتهاد عليه تشريعيا وبتنمية مهاراته حتى يعرف أنه يؤدي دور ليس فقط دورا منحازا، هو يؤدي دورا يكاد يكون علمي من اجل خدمه هذا الوطن وخدمه هذا المواطن، فيبعد نفسه عن هذه الذهنيه، وللاسف الشديد هذه الذهنيه لم يبتعد عنها اي برلماني سواء كان من المعارضه او من الموالاه، يظل دائما يدور في هذه الذهنيه انه لديه مصالح سواء كانت حزبيه او مصالح ضيقه او كذا، ويبتعد عن المصالح. واذا كم راينا من برلماني يقدم مشاكل للشعب اليوميه بشكل ملفت، او كم راينا من برلماني يستقيل او كذا بسبب مشكله لشريحه من الشعب معينه، هي لم نراها. لذلك يجب أن ننمي في البرلمانيين نفسهم إحساس بروح التشريع، كذلك أيضا الحكومة يجب أن تنمى فيها روح الإحساس بالمسؤولية العامة عن, عن, عن القطاع الذي أسند إليها، وبالتالي نجد سلطة متوازنة. واضح. دكتور، كنا قبل آراء المواطنين كنا نناقش مع الدكتور سليمان إشكالية العلاقة الدستورية ما بين طرفي التنفيذي مثل في الحكومة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة، وقلنا أن هناك رأي يقول أن الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة رئاسة الجمهورية أنها غير متوازنة مع الصلاحيات الممنوحة للحكومة ممثلة في رئيس الحكومة. هذه الصلاحيات وتنظيم العلاقة بين الحكومة والرئيس لا تتم بشكل عشوائي أو تلقائي، تكون وفقا للخيار الذي اختاره المشرع الدستوري. فالمشرع الدستوري عندما يقرر أنه سيأخذ بنظام الرئاسي هناك تنظيم معين وصلاحيات معينة لكل مؤسسة، وعندما يقرر الأخذ بالنظام البرلماني هناك أيضا تنظيم معين للسلطات، وعندما يأخذ هذا النظام الذي اختاره المشرع الموريتاني مثلا النظام المختلط له أيضا مقتضيات. فنحن مثلا اخترنا هذا النظام، نظام المختلط الذي قلنا بأنه يمزج بين خصائص النظام الرئاسي ونظام البرلمان، وبالتالي نظمنا السلطات على هذا الأساس. لأن عندما نوسع صلاحيات الحكومة بشكل كامل معنى ذلك أننا نريد أن نغير طبيعة النظام، معنى ذلك أننا نريد أن نحول النظام إلى نظام برلماني. ما يدور لا، هذا شيء آخر، هذا خيار آخر، ولكن معناه يجب أن نكون واعين بأننا نريد أن نتحول إلى نغير طبيعة النظام من نظام مختلط إلى نظام برلماني، وهذا يقتضي أمور أخرى كثيرة، يقتضي تغيير طريقة انتخاب الرئيس. فالرئيس في النظام البرلماني لا ينتخب من طرف الشعب وإنما ينتخب من طرف البرلمان، ويقتضي تغيير العلاقة بين البرلمان والحكومة. يجب أن نزيد ونوسع اختصاصات
البرلمان في المجال الرقابي. إذن العلاقة بين طرفي العلاقة التنفيذية. بين السلطة التنفيذية والسلطة تتوقع بالسلطة التنفيذية نفسها بين مؤسسة الحكومة ومؤسسة الرئاسة تتوقف على طبيعة النظام الذي اختاره، ونحن الآن اخترنا هذا النظام. مثلا أقول لتوضيح الفكرة، صلاحيات الحكومة في موريتانيا هي نفسها صلاحيات الحكومة في الدستور الفرنسي. إذا ما استثنينا صلاحية واحدة هي ممارسة السلطة التنظيمية. ممارسة السلطة التنظيمية في فرنسا من اختصاص رأي الوزير الأول، بينما هذه الصلاحية في موريتانيا من اختصاصات الرئيس، ولكن أعطاه الدستور الحق في تفويضها للوزير الأول بعضها وكلها. هذا الفرق الوحيد بين اختصاصات الحكومة عندنا واختصاصات الحكومة في فرنسا. إذا ما دمنا قد اخترنا هذا النظام فهذه مقتضياته. احنا نسعى لأن نحوم حول تباين الأنظمة السياسية والدستورية المختلفة. في مقارنة ما بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، انتم كأستاذ علوم سياسية كيف تقيمون وكيف تفضلون ما بين النظامين؟ هو عادة الأنظمة كما يقال لا يمكن الحكم عليها إلا بعد تطبيقها، وعموما يقال بأن النظام الرئاسي الذي تتفوق فيه مؤسسة رئيس الدولة يكون أفضل بالنسبة للبلدان النامية، البلدان حديثة العهد الاستقلال والديمقراطية، و بالتالي النظام الرئاسي يكون أفضل لأن مؤسسة رئيس الدولة عندما تملك سلطات واسعة تستطيع أن تفرضها عن طريق ذلك الاستقرار، وتستطيع من خلالك أن تتخذ القرارات اللازمة لبناء الوحدة الوطنية واتخاذ القرارات اللازمة يعني ضرورية لتحقيق التنمية وغير ذلك. أما النظام البرلماني فيكون مناسبا أكثر في الدول العريقة نسبيا في الديمقراطية والتي عرفت نوعا من الاستقرار السياسي، وبالتالي يكون النظام البرلماني مناسبا لها، لأن النظام البرلماني يتميز عادة بضعف السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، وبالتالي لا يكون مناسبا إلا في دول أصبحت مستقرة ويعني أصبحت تجربتها الديمقراطية ناضجة وأصبحت تناوب على السلطة فيها مسألة عادية وشبه آلية تلقائيا تتم بشكل آلي وتلقائي. وبالتالي أعتقد بأن موريتانيا في الوقت الراهن لا يناسبها النظام البرلماني نظرا لما يؤدي إليه من ضعف للسلطة التنفيذية، وبالتالي قد لا يكون ذلك مفيدا في ظل الأوضاع رهن. لنرى مع دكتور سليمان أيضا رأيه بخصوص الأنظمة المختلفة والمقارنة بينها، برلماني رئاسي شبه رئاسي مجلسي. نعم، بخصوص النظام الرئاسي مثل ما قال الدكتور من أفضل الأنظمة بالنسبة للدول النامية، لكن أنا بالنسبة لي النظام الرئاسي يجب أن يحور قليلا ليناسب أيضا وضعية الدولة النامية عندنا، فتقلل من صلاحيات مؤسسة الرئاسة لصالح مؤسسة الحكومة. لماذا؟ حتى نستطيع أن نجد جهتين رقابيتين للحكومة، الأولى مؤسسة الرئاسة المشرفة عليها والثانية البرلمان، وكل ما زدنا صلاحية الحكومة كل ما زاد مساحة المتابعة ومساحة الرقابة عليها. بالتالي نجد أنه إذا زدنا صلاحية الحكومة وكان عندنا برلمان فعال وكانت عندنا أيضا مؤسسة رئاسة تبتعد كليا عن الأمور التنفيذية تبتعد مؤسسة الرئاسة عن كل الأمور التنفيذية حتى نستطيع مثل شبه الملكية الدستورية. أنتم تدعون إلى حصر صلاحيات الرئاسة في حدود المهام السيادية. المهام السيادية والإشراف للحكومة. وهذه يعطينا كثير من الامتيازات، أنه نستطيع أن نجد حكومة
تتحمل كامل المسؤوليه في تسيير امورنا اليوميه. ونجد ايضا مؤسسه تتنفذ الرقابه، مؤسسه رئاسيه لا تتحمل وزر اي من الامور التنفيذيه، ومؤسسه برلمانيه تشريعيه تراقب الحكومه. اذا هذا تقريبا توسيعها لدرجه ان تصبح المؤسسه الرئاسه فقط مؤسسه في مجال الصلاحيات السياديه. واضح. فقط اشير الى ان تطرقنا الى الانظمه واختلافاتها لاننا حمنا حول الموضوع المتعلق بتفاوت طبيعه الانظمه، وربما بعض المشاهدين يتساءل عن هذه الانظمه وعن اشكالها المختلفه. اذا الان لدينا عنصر اخر فيه اراء لمجموعه من الصحفيين، يتعلق الامر برؤساء هيئات صحفيه مختلفه حول موضوعنا الليله الذي هو موضوع فصل السلطات. نذهب الى العنصر ثم نعود للنقاش. اعتقد بان التجربه الديمقراطيه في موريتانيا هي تجربه وليده. أعتقد بأن أصبح للموريتانيين على الأقل تجربة في ممارسة الديمقراطية. علينا أن نطور هذه الديمقراطية، علينا أن نقضي على تلك الثغرات، وأن تكون هناك معارضة حقيقية تلعب دورها، وأن تكون هناك مؤسسة يشارك فيها الجميع. لا بد لنا من التراكم. إذن علينا الآن أن نبني على المعطى الذي عندنا، علينا أن ننظر الثغرات الموجودة، وهي موجودة، هناك ثغرات موجودة وكلنا يعترف بتلك الثغرات، وأن نحاول أن نشارك كلنا في بناء هذا النظام الديمقراطي عن طريق خلق مؤسسات ديمقراطية حقيقية، هيئات تشريعية حقيقية، هيئة قضائية حقيقية لديها الاستقلال التام، وسلطة تنفيذية تعرف ما لها وما عليها. لا يمكن أن أؤكد على أن هنالك فصلا تاما، ولا يمكن أيضا أن أجزم على أن هنالك تداخل بين هذه السلطات أو اعتداء على السلطات الأخرى، لكن ما يمكن أن أؤكده في هذا الصدد هو على أن وجود مناخ للحريات أفضل بكثير من السنوات الماضية، وهذا مناخ الحريات هو الذي نعتز به اليوم ويشيد به الكل، سواء كان من العالم الخارجي أو من المواطنين في الداخل أو الكتل السياسية في الداخل. وبالتالي عندما يكون مؤشر الحرية مرتفع بهذه الدرجة، فبالتالي يعني أن هنالك إلى حد ما أو نسبة مهمة فيما يخص الفصل بين السلطات. عندما يكون هنالك قضايا مطروحة على القضاء من هذا النوع، شكايات من الصحفيين، فإننا نواجه القضاء إلى حد ما قضاء مستقل لا تدخل له، وبالتالي كانت المعاملة مع هؤلاء بشكل صريح. إما أن يكون هنالك اتفاق مبدئي قبل أن نصل إلى المحاكم، وإما أن تكون هنالك المحاكم تنظر في هذه القضايا دون تأثير. من المعلوم أن دستور 20 يوليو 1991 قد فصل في هذا الموضوع تفصيلا واضحا وبينا، لأنه وزع السلطات إلى 3 سلطة تنفيذية تشريعية وقضائية، وكلاهما يعمل في جانبه بالتنسيق والتشاور فيما بينهم. نحن نأخذ بظواهر الأمور. الظاهر أن السلطة أن كل السلطات تعمل في مجالها فيما يخصها. إذن دكتور، يبدو أن المتدخلين ركزوا بالأساس على ما يخص الممارسة خلال النزاعات اللي عند بعض الصحفيين، وأيضا بعض الأمور كيف تقيمون هذه المداخلات وكيف تنظرون إليها؟ على كل حال، هذه المداخلات هي جانب كبير من مطابقة الواقع. هناك فصل للسلطات، وأظهر بعضهم مسألة الاستقلالية. فالاستقلالية نحن لا يمكن أن نتحدث عنها لا من خلال ما هو موجود على مستوى النصوص. على مستوى الواقع، فكل واحد يمكن أن يقيم أو يدري برأيه في هذا المسألة. فالإشكال دائما الذي يطرح والذي يثار دائما هو مدى استقلالية السلطة القضائية، لأن
السلطتين التنفيذية والتشريعية هناك تداخل وهناك تعاون بينهما. طبعا هذا محور نقاشنا الأخير. أما مسألة استقرار السلطة القضائية فالسلطة القضائية في جميع الأنظمة يضمن لها الدستور الاستقلالي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي هي خارج إطار التعاون وخارج إطار التأثير. السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة والدساتير تضمن لهذه الاستقلالية. على مستوى الواقع أنا شخصيا لا أعرف فمن ربما من غير الواقع مثلا أن نقول السلطة القضائية غير مستقلة، لأنه من الصعب يعني تأكيد أو إثبات ذلك. فالسلطة القضائية تكون غير مستقلة إذا كانت غير حرة في تشكيل قناعاتها وفي أحكامها. بالضبط، ما يهمنا من الموضوع وجانب الدستور. نعم، في تشكيل أحكامها. هذه مسألة أنا شخصيا لا أستطيع أن أثبت عدم استقلال السلطة القضائية. والذي يستطيع أن يثبت ذلك هو السلطة القضائية نفسها. هل تصدر إليها أوامر من الجهاز التنفيذي أو يتم التدخل في عملها من طرف جهة أخرى؟ هذه مسألة يعني يصعب التأكد منها. لم نرى قاضيا يقول بأنه صدرت إليه أوامر من جهة أخرى بأن يصدر حكمه في اتجاه كذا أو في اتجاه. ولم نرى مثل هذه الأوامر تصدر على الجهة القضائية. وبالتالي لا استطيع ان اجزم بعد. لكن من ناحيه دستوريه بحته، من ناحيه الصلاحيات، لا، من ناحيه الدستوريه السلطه القضائيه مستقله عن السلطتين التنفيذيه والتشريعيه، وهناك ايضا ضمانات اخرى تتعلق بتسيير سلك القضاء بشكل عام، يعني ان القضاة لا يحولون ولا يعزلون، لا يحولون الا بناء على طلب منهم ولا يعزلون، وغير ذلك من الضمانات التي نجدها في القانون المتضمن النظام الأساسي للقضاء. وهي ضمانات من تزيد من استقلالية القضاء. يثير البعض مسألة كون رئيس الجمهورية هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى تسيير المسار المهني للقضاة. وبالتالي فرئاسة رئيس الدولة لهذا المجلس يرى فيه البعض نوعا من عدم استقلالية السلطة القضائية، وأن هناك بعض الأنظمة التي تجعل مثل هذه الهيئة التي تولى تسيير سلك القضاء تكون تحت رئاسة جهة قضائية غير السلطة التنفيذية. أعتقد بأن هذا الجانب لا يمس كثيرا من استقلالية السلطة القضائية. فالاستقلالية تكون المساس بها خطيرا إذا تعلقت بتشكيل قناعات القاضي أو تعلقت بإمكانية ممارسة ضغوط على القضاء حتى يصدروا احكاما تخالف قناعاتهم. دكتور، هاتين مسألتين بالضبط، مسألة رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء ومسألة تحويل القضاة من بين اكثر القضايا التي تثار عندنا للتدليل على ان العمل القضائي انه مقيد، ويقولون انه غالبا التحويلات تتم بهدف الاخضاع والاذلال والتعسف. أنا أعتقد أنه كان من الأفضل لمناقشة هذه النقطة أن يكون معنا شخص قريب من
من القضاء اللي يعرف ما يجري داخل 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 هذا السلك. وبالتالي اعتقد انه يمكن ادخال تحسينات في هذا الصدد، يمكن زياده ضمانات عدم التعسف في تحويل القضاة وعزلهم، ويمكن ايضا التفكير في طريقه اخرى لتنظيم هذه الهيئه التي تتولى، وخاصه رئاستها تولى تسيير سلكي القضاء. وبالتالي انا اعتقد بان المجتمع الموريتاني ما زال حديث العهد بالديمقراطية وبالتنظيمات السياسية، وبالتالي ربما تكون هناك بعض الخروقات التي يمكن تجاوزها مع الوقت. وبالتالي ربما يمكن إدخال بعض التحسينات خاصة في هذا المجال. نجد أصواتا دائما ترتفع بعدم استقلالية القضاء، وبأن أحكام قضائية صدرت في مواضيع معينة بتوجيه وبضغط من الجهاز التنفيذي، ولكن هذه الحالات التي نسمع عنها نادرة، وأيضا لا نستطيع أن نؤكد مدى صحة هذه. إذا ما يظهر في إطار واقعة رئيس المحكمة العليا التي حدثت في فترة انه عنده مأموريه وانه يجب ان ينهيها في حين ان ذلك ما لم يتم، هو هذا جانب اخر. هو مع رئيس المحكمه العليا القانون ينص على انه يعين لمده خمس سنوات ولا يمكن عزله قبل انتهاء مأموريته الا في بعض الحالات، في حالات مثلا اخلاله بالاداب الاداب وباللياقه التي تتطلبها وظيفته الحياد، وفي حالات العجز او في حالات الاستقاله. ولكن الممارسه في موريتانيا دابت على ان رئيس المحكمه العليا دائما يعزل قبل انتهاء هذه المأمورية. يعني هناك اعتقد بان رؤساء المحكمة العليا الذين أنهوا مأموريتهم هم قلة بالمقارنة مع الذين عزلوا أو عينوا أو حولوا قبل انتهاء المأمورية، وبالتالي أصبحت ممارسة يبدو مألوف إلى حد ما، رغم أنها تخالف نص القانون. يذكر أن بعض أحد رؤساء المحكمة العليا في فترة ماضية أقيل وتمسك، أعتقد يذكر أنه القاضي ليسع وفي زمن الرئيس محمد غنو الهيدان امتنع، يعني اعترض على هذه الإقالة، وأن تم يعني تدخلت عدة أطراف من أجل أن تجعله يقبل هذا بعد أن رفض هذه الإقالة بحجة مخالفتها للقانون. وبالتالي نسمع أنه بعد ذلك كلما عين رئيس محكمة عليا أنه يطلب منه التوقيع قبل التعيين على استقالة مكتوبة لكي يمكن تفعيلها. كيف ننظر إلى هذا من ناحية السورية؟ لا أعتقد هل هذا صحيح. على كل حال هذه مسألة كثيرا ما تقع، وهو عزل رئيس المحكمة العليا قبل نهاية مأموريته، وهذا فعلا مخالف للقانون، وأيضا هو يهدم هذه الضمانة الأساسية من ضمانات الاستقلال، لأن هذه المأمورية الهدف منها هو إعطاء شخص نوعا من الاستقلالية، حيث يكون في مأمن من العزل خلال تلك المدة، وبالتالي يستطيع أن يكون حرا في آرائه. وبالتالي عندما لا تحترم المأمورية معنى ذلك أن هذه الضمانة لم تعد لها فائدة. شكرا دكتور. حصلنا عنكم دكتور سليمان بين لله
عبدالرا الصحفيين دخلنا مباشرة تنشر نقاش جامد متعلق بالسلطة القضائية. طبعا طالب تعليقكم على آراء الصحفيين اللي سمعتوا، أيضا لعات عندكم ملاحظات ولا استدراكات بما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الأخرى. شكرا جزيلا. بخصوص التعليق على آراء المتدخلين، انصبت على مبدأ الحريات الذي يعانون منه في مجال الصحافة، وهو شيء عادي نتيجة للصراع بين الصحافة كسلطة رابعة كما يقال وبين السلطة الأخرى. لكن هنا أنبه فقط إلى أن موضوع السلطة القضائية عندنا يجب أن يوضع في مفهومه الصحيح. نحن الدستور نص على أن دولة إسلامية، بالتالي مهما سطرنا من قوانين وضعية عن ضمانات للقاضي وضمانات لرئيس المحكمة وضمانات كذا، ترى الضمان الحقيقي للقاضي هي ضمير القاضي، هي ضمير القاضي. حتى إذا كان القاضي يعرف أنه سيعزل في هذه القضية، يجب أن لا يخالف هذا المبدأ العدالة الذي أقسم عليه. بالتالي الضمانات التي نتكلم عنها هي ضمانات قانونية وضعية، نتيجة لأنها أصلا وضعت في دول غير إسلامية وتحاول أن تجد روحا يتكئ إليها القضاء، هي روح القانون وروح حد السلطات الأخرى التي تمارس عليه. سؤال يطرح نفسه، من يستطيع أنه يقوم بعملية تشريح لضمير القاضي ليطلع؟ احنا لسنا ما دمتم لا ترون ان الاجراءات الوضعيه كافيه لوضع القضاء على جهة الطريق الصحيح. نحن ما دمنا اصلا طريقنا من القضيه، القضاء عندنا يتركز على مبدا الشريعه الاسلاميه في الغالب. ما دمنا طريقنا من هذا المبدا، فضمير القاضي لا يمكن نشرحه. طالما القاضي ارتضى لضميره ان ياخذ حكما سياسيا في قضيه معينه ويجانب الحقيقه فيها، فهذا مسؤوليته على القاضي وليست على المشرع أو على الترسانة القانونية التي جاءت بأو نظمت هذه السلطة. فنرجع هنا إلى أن القاضي من سيحاسبه، من سيلحق به في 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 الشريعة الإسلامية؟ القاضي لا يمكن يحاسبه على إلا إذا رفع الحكم مرة ثانية إلى سلطة أعلى منه وتبين طعنا في هذا الحكم، ثم تبين من خلال محاكم التقاضي أن هذا الحكم حكم جائر أو حكم لا يستند إلى واقعة قانونية. أما ممارسة السلطة القضائية في حد ذاتها وتدخل السلطة التنفيذية في نفسه، فجد أنه إذا لم تكن هناك ترسانة قانونية كفيلة بعمل القاضي في ظروف طبيعية، فللقاضي أن يقدم استقالته في هذه السلطة ولا يعرض نفسه للأخذ بأحكام سياسية إلا إذا كان القاضي عنده توجه ثاني. بالتالي نحن هنا أمام ضمانتين، ضمانة تتعلق بالقاضي نفسه لأنه يمارس عمل ليس مثل العمل التشريعي وليس مثل العمل التنفيذي، هذا يمارس عمل أقسم عليه أمام ربه أنه سوف يقوم بالعدالة ولا شيء غير العدالة. والضمانية الأخرى هي أنه يتحكم في نفسه ويستطيع أن يستقيل من هذه القضية ولا ينظر فيها. إذن هذه ضمانات أعتقد أنها كفيلة بأن تظل السلطة القضائية عندي بمن أعلن هذا. ونحن في تجربة لا زالت حديثة يعني مقارنة مع التجارب الأخرى، فلا يمكن أن نقارن بين الضمانات القضائية في أمريكا مثلا وفي فرنسا بالضمانات القضائية عندنا. لكن أيضا لا يمكن أن نرضى بالدونية في القضاء عندنا وبأن ينزل إلى هذا المستوى، أن تكون الأحكام يعني معروفة مسبقا أو كذا أو يتدخل فيها، ونحن لدينا قضاة يستطيعون أن يستقيلون إذا رأوا أنه فيه إحراج القضية هذه، وتكون أكثر مردودية على القاضي نفسيا ودينيا وأمام ضمير وأمام الشعب. وبخصوص رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء وتحويل القضاة، المسائل التي أثرناها لديكم من رأي بخصوصها؟ أنا أعتقد أنه نحن نتكلم عن الواقع لا نتكلم عن أشياء نظرية. طالما أنك أنت كقاضي وأحسيت أنك سوف تحول إلى منطقة نائية، هذا لا يسمح لك أبدا ولا يعطيك عذرا شرعيا أنك تقوم بحكم جائر مهما كان أبدا. بالتالي نحن القضية ليست قضية أنك تتكل على القانون وأنه لا يستطيع أن يحولك من منطقة إلى منطقة أو يستطيع أن يحولك. نحن نتكلم عن قانون شرعي، عن حكم شرعي لا يمكن أن يتغير مهما كانت الضغوط التي على القاضي. إذا كنا نتكلم عن قاضي يتعرض إلى ضغوط ويستطيع أن يغير رأيه لأنه سينقل من مكان إلى مكان، فنحن لسنا نتكلم عن قاضي وإنما على موظف. لكن نحن نتكلم عن ضوابط دستورية. الضوابط الدستورية موجودة، نحن عندنا ترسانة قانونية. نحن القانون لم نأتي به موريتانيا، القانون جاء خبراء استوردوه من دول أخرى، منها ما استمر عليه 100 سنة ومنها ما استمر عليه فترة طويلة من الزمن، بالتالي ارتأوا أن هذا من أحسن القوانين الموجودة فطبقوه لدينا. المشكلة عندنا ليست في القانون، المشكلة في الممارسة.
في الممارسة. متى يقتنع القاضي أنه يستطيع أن يستقيل في قضية لا يصل حكمها فيها بعدالة؟ هذه القضية. عندما يستطيع القاضي أن يستقيل في قضية لا يحكم فيها بعدالة، عندها فعلا سنجد قضاء جيد وقضاء يسير بعدل. مهما كان رئيس الدولة هو رئيس القضاء، ومهما كان رئيس المحكمة هو يستطيع أن يعزل، ومهما كان الضغوط التي تمارس، طالما القاضي يستطيع أن يستقيل ولا يحكم في هذه المحكمة فهو يظل، هذه أكبر ضمانات استطيع. على المستوى الدستوري ليست هناك اقتراحات تقترحونها للتحسين؟ طبعا طبعا هناك اقتراحات كثيرة. هو عندنا في الدول الأخرى مثلا القاضي مدى الحياة، القاضي يكون مدى الحياة، فإذا كان القاضي يعرف أنه سوف يظل مدى الحياة وأنه لا يستطيع أن ينقل إلا بناء على انتخابات مجلس القضاة أو قضايا يعني ديمقراطية واضحة في سلك القضاء، هذا طبعا يكون لنا ضمانة كبيرة. أيضا إذا كان القاضي يتقاضى راتب يكفيه مؤونة أنه يرتشى أو أنه ينظر إلى المال العام أو ينظر إلى سلطته أنه مكسب قضائي، هذا أيضا من الضمانات الأساسية التي يجب. فأنا من أنصار أنه كل الضمانات الموجودة في أي نظام سواء كان رئاسي أو برلماني أو حتى عرفي منحت للقاضي يجب تمنح لقضائنا، لكن تضمن الأساسية هي ضمير القاضي أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشرع. واضح. دكتور، أيضا من المسائل التي تثار بخصوص استقلالية القضاء أن الدستور الموريتاني لم يحدد لا طريقة التعيين ولا طريقة عزل القضاة، ونكتفى بالإحالة على القانون النظامي في المادة 89 الفقرة 3 من الدستور. هذه مسألة عادية، فالدستور عادة لا يتضمن التفاصيل والجزئيات. الدستور يتضمن أحكام عامة ويحيل بنسبة تفاصيل وجزئيات إلى قوانين نظامية تعتبر مكملة لأحكامه، وبالتالي إحالة بخصوص تنظيم سلك القضاء للنظام للقانون النظامي لا تحط من مكانته. فالقانون النظامي يعتبر مكملا للدستور ويحتل مرتبة تلي مرتبة الدستور في سلم الدرجة القواعد القانونية، وبالتالي تنظيمه لسلك القضاء مسألة عادية. عادة الدساتير لا تتضمن هذه التفصيلات، وبالتالي يعني لا يمكن أن نعتبر هذا نقصا أو تقصيرا أو حطا من مكانة القضاء بالنسبة للدستور الموريتاني. لماذا لا يكثر اللغط دائما حول علاقة التشريعية والقضائية بينما القضاء والتنفيذية الحديث عنه أكثر من الحديث حتى بين التشريعية والتنفيذية؟ لا، الحديث عن العلاقة ما بين التنفيذية والقضائية والحديث الغالب. نعم. بينما القضائية والتنفيذية والتشريعية ما بينهم التشريعية والتنفيذية. لأنه لا علاقة إطلاقا بين الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي. ولأن الجهاز التشريعي لا يملك وسائل التأثير. وسائل التأثير دائما يملكه الجهاز التنفيذي. وبالتالي المخاوف دائما حول الاستقلالية، وبالتالي الاستقلالية دائما يخشى عليها من تأثير السلطة التنفيذية دون السلطة التشريعية. السلطة التشريعية لا تملك وسائل تؤثر بها، فالتأثير يكون إما أن يتم عن طريق تحويل أو تخفيض من الرتبة أو تأخير التقدم أو حتى يعني حط من الرتبة أو الجوانب المالية، وهذه كلها أمور تأثير السلطة التنفيذية فيها أكثر من تأثير السلطة التشريعية، بل إن تأثير السلطة التشريعية فيها يكاد ينعدي. وبالتالي القلق الذي يساور دائما القضاء هو مصدره هو تأثير السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية. دكتور سليمان، ماذا عن آليات وسائل التأثير المتبادلة ما بين السلطات الثلاث؟ هو المبدأ أنه كما بدأنا أصلا الحديث، هو المبدأ أنه السلطة تحد من السلطة الأخرى، هذا هو المبدأ القانوني والمبدأ السياسي الذي يفترض أنه تكون عليها العلاقة بين السلطات حتى لا تغول سلطة على سلطة. وهذا المبدأ هو الذي يأتي الدستور من خلال تفصيل النظام السياسي لكي يضع هذا المبدأ.
تفصيل النظام السياسي يعني ماذا؟ يعني أنه إذا كنا في نظام برلماني فنجد أن السلطة التشريعية أو البرلمان تكون له سلطة موسعة، إذا كنا في نظام رئاسي نجد أنه تكون السلطة التنفيذية برأسها أو برأس واحد سواء كان رئيس أو مؤسسة رئاسة الوزراء أيضا توسع سلطاتها. أما السلطة القضائية فهي دائما بمنأى عن هذا التجاذب بين التجاذب بأنه التجاذب مصدره هو الموضوع التنفيذي، موضوع التنفيذي، فطالما أن القضاء ينفذ فقط القوانين التي يسن المشرع فالمشرع ليس في واردي أن يكون في صراع مع القضاء. أما السلطة التنفيذية التي تمارس الأمور التنفيذية يوميا فهي في احتكاك مع القاضي سواء في التعليق على أمورها التي تقوم بها ومدى وعلاقة القاضي بها أو في القوانين التي تصدرها ومدى دستوريتها ومدى تنفيذ القاضي بها. دكتور محمد سيد الضوء، ضمن المسائل التي قد تزار حول استقلالية القضاء هو مقاضاة المسؤولين الساميين خاصة في ظل واقع محكمة العدل السامية التي هي محكمة دستورية، يرى البعض أنه تجربتها العملية ليس فيها تراكم كبير خاصة في ظل الحديث عن فساد ومحاربة فساد ما إلى ذلك. هذا الجانب أعتقد بأنه هو بعيد نسبيا عن السلطة القضائية بمفهومها التقليدي، لأن كبار المسؤولين يعني رئيس الدولة رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء هؤلاء يعني تتبعهم ومحاكمتهم تقع يعني في ضمن اختصاص محكمة العدل السامية، هي جهاز قضائي من حيث طرق عملها وطريقة عملها، ولكنها عادة هي من أعضاء الغرفتين، هي من أعضاء البرلمان، وبالتالي أعضاء ليسوا قضاة مهنيين، وبالتالي يطلق عليها محكمة، هي محكمة، وبالتالي تتبع نفس الإجراءات التي تتبع المحاكم العادية، واقع هي ليست من قضاة مهنيين، وهذه إذا هي التي يقع اختصاصها متابعة ومحاكمة الوزراء الوزير الأول ورئيس الجمهورية في حالة ارتكابهم الجرائم أثناء ممارستهم لعملهم. طبعا هي تجربتها يعني ليست غامية، لأن أعتقد أنها انتخبت لأول مرة سنة 2007، وبالتالي لم تستمر هذه التجربة طويلا، ولم يتابع أمامها أي متهمين لا من الوزراء ولا من غيرهم من المسؤولين عن بها، وبالتالي تجربتها في هذا الصدد يعني ما زالت تجربة قصيرة وليست ثرية، وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها لأن إلى حد لا تحاكم أي طرف أي جهة. لكن من ناحية دستورية بحتة، هل يمكن وضع هذه الصلاحيات المخصصة لمحكمة العدل السامية في إطار صلاحيات السلطة القضائية؟ هل ممكن وماذا يضر من ناحية دستورية؟ يعني هل يمكن تحويل صلاحياتها إلى وش يضر ومدركان ملائم النظام اللي نحن ماشيين عليه؟ لا يتنافى معه، ولكن جرت العادة في دساتير أن تتميز الهيئات التي يكون من اختصاصها محاكمتها يعني كبار المسؤولين عن الهيئات التي يتابع أمامها ويحاكم أمامها عامة المواطنين. في فرنسا هناك تجربة مماثلة، في الولايات المتحدة الأمريكية كبار المسؤولين يتهمون من قبل مجلس النواب ويحاكمون أمام مجلس الشيوخ. بالتالي مسألة يعني ممارسة مألوفة في الدساتير الأنظمة السياسية المعاصرة هو تمييز الجهات التي يقع في اختصاصها
محاكمة كبار المسؤولين وليس هناك ما يمنع من تبني نظام آخر، ولكن حتى الآن هذا النظام يعني جرى به العمل وهو مألوف. دكتور سليمان، منطلق أن الإصلاحات الدستورية تلعب دور فعال في تنشيط وعقلة العمل السياسي وحتى مواكبة تطورات الواقع، أي مقترحات دستورية تقترحونها في إطار تكريس الفصل ما بين السلطات؟ نعم، لتكريس الفصل بين السلطات من خلال التجربة الموريتانية التي تقريبا امتدادها، أنه يجب الحد من صلاحيات مؤسسة الرئاسة وإعطائها للرأس الثاني من السلطة التنفيذية وهو رئيس الوزراء، على أن يكون مسؤول أمام الرئيس في الأمور التسييرية، وأن يكون مسؤول مسؤولية أيضا أمام البرلمان. فعندما نوسع صلاحيات التنفيذية وصلاحيات الممارسة للوزراء ولرئيس الوزراء، وأيضا يكون مسؤول عن وزرائه، يعني لا يتدخل سلطة أخرى لتعيين الوزراء، يكون المسؤولية مسؤولية جماعية، لا تكون مسؤولية فردية وإنما مسؤولية جماعية، يكون رؤساء الرئيس الوزراء والوزراء مسؤولية جماعية أمام منتخبي الشعب للرقابة، وأيضا أمام السلطة الرئاسية التي تتخلى عن كل المظاهر التنفيذية للسلطة وتبقى في ظل الأمور السيادية. إذن هذا أعتقد أنه إذا تم تجربته وتنميته وتطويره يمكن أن نصل إلى نموذج يحل من إشكاليات كثيرة لا نزلنا نعاني منها في تسيير الدولة وفي العلاقة بين السلطات الثلاث. دكتور، نفس السؤال تقريبا، هل لديكم مقترحات دستورية لتكريس الفصل أو استقلالية السلطات؟ أنا أعتقد أننا بحاجة إلى تطوير الممارسة أكثر من إدخال تعديلات دستورية. طبعا هناك العديد من الاقتراحات التي يمكن ذكرها يعني بخصوص التعديلات، ولكن الممارسة أهم بكثير من إدخال مثل هذه التعديلات. ومن ذلك مثلا هو أن تمارس فعلا كل سلطة الصلاحيات المنوطة بها. وأعطي مثالا في الأنظمة التي تقر مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، يجب أن يكون الوزير الأول أو رئيس الوزراء حسب التسمية هو زعيم الحزب، زعيم الحزب رئيس الحزب والله أمين العام الحاصل على الأغلبية في البرلمان. نحن هذه الممارسة عندنا لم تحترم منذ دخول هذه التجربة. دائما كانت الأغلبية لحزب معين، الحزب اللي دائما يكون هو الحاكم أولا في مرحلة معينة، الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي، وبعد ذلك حزب عهدل، وبعد ذلك الحزب اتحاد مجلس الجمهورية. ودائما هذا الحزب عنده هو الذي يملك الأغلبية في البرلمان، ولم يحصل أن عجين رئيس هذا الحزب أو زعيمه أو أمينه العام في منصب الوزير الأول. إذن هذه ممارسة شاذة إلى حد ما غير مألوفة، وهذه قاعدة عرفية دستورية تبع، وأصبحت بعض الدساتير يعني تدونها، أصبحت قواعد مدونة بعض الدساتير تنص على أن زعيم الحزب الحاصل على غير البرلمان يجب أن يكون يعين في منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول. إذن هذا الشأن. وأيضا أن تنبذق الحكومة عن الحزب، ونعم دائما الحكومة تنبذق، ما نعرف يعني من أين تنبذق الحقيقة، لأنك قد مثلا تأتي يعني الحكومة يعني بأشخاص قد
ربما يشك البعض في انتمائهم لهذا الحزب أو أنهم ينتمون إلى الحزب بعد تعيينه. هذا جانب فيه نقص في خلل. أيضا هناك بعض الحالات التي يشترط فيها الدستور اقتراح مؤسسة معينة لاتخاذ قرار معين. هل فعلا هذه الاستشارة تتم وهل هي تتم فعلا وهل تحترم؟ هذه جوانب معينة. إذا أنتم لا ترون ما يراه البعض من ضرورة وكما أشار إلى سليمان من ضرورة توازن ما بين طرفي السلطة التنفيذية، بل يذهب البعض أكثر من ذلك لضرورة إنشاء هيئة لمراعاة التوازن والاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها كل سلطة. أنا ذكرت قبل قليل أن هذه التغييرات من الوارد اقتراح، ولكن لا يمكن أن تتم إلا في إطار خيار محدد يحدد. يعني نحن عندما نريد أن نعطي للحكومة اختصاصات واسعة يعني واسعة ونقلص صلاحيات رئيس الدولة، معنى ذلك أننا معنى أننا نتجه لتغيير طبيعة النظام وأخذ بنظام آخر، وهذا يقتضي ليس فقط أن نزيد اختصاصات الحكومة وإنما يقتضي أمور أخرى، وبالتالي هذا خيار يمكن أن يطرح ولكن لا يمكن أن يتم بشكل جزئي، معناها تغيير طبيعة النظام مع ما يقتضيه ذلك من الاستجابة لباقي شروطه وأساسيته. وعندما نريد أن نعطي صلاحيات السلطة التنفيذية للحكومة ونجعل مؤسسة رئيس الدولة مؤسسة شرفية اسمية كما هو الحال في نظام البرلمان، هذا يقتضي أن نغير أمور أخرى في الدستور، وبالتالي نكون قد اخترنا أن نتبنى نظاما برلمانيا وترك النظام الذي كنا نأخذ به نظام مختلف. وهكذا لا مانع، يمكن أن يرى البعض بأن الأخذ بهذا النظام أفضل، ولكن في إطار معنى ذلك يجب أننا نكون على علم بأننا نتجه لتغيير طبيعة النظام السياسي. واضح. سليمان كلمة أخيرة. إذا كانت هناك كلمة أخيرة، فأنه انطلاقا من هذا المبدأ أو مبدأ فصل السلطات، أنه هنالك ثلاث نقاط أساسية يجب أن نركز عليها: المعرفة بالوظيفة التي يديرها الشخص، هل هي تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، معرفة الشخص نفسه بطبيعة الوظيفة. الثانية المسؤولية والإحساس بالواجب، لا بد أن يكون المشرع يحس بواجبه تجاه هذا الشعب، وأيضا المنفذ يحس بواجبه. الثالث هي الضمانة الدستورية، لابد أن تكون هناك محكمة دستورية ضمانة دستورية تمنع تغول إحدى السلطتين، ونستطيع من خلالها أيضا أن نعالج الإشكالات التي قد تقع في تجاوز إحدى السلطات للأخرى، وتكون مبسطة، يعني تكون إشراعات دستورية لكن موجودة لكنها صعب الوصول، تكون مبسطة بأبسط درجات التقاضي. هل مستدركات أخيرة دكتور أستاذ محمد؟ على كل حال أنا ليس لدي ما أضيفه، فقط أريد أن أقول بأن التجربة الموريتانية هي تجربة حديثة قابلة للتطوير، ولا يمكن أن تتطور إلا من خلال الممارسة السليمة واحترام مقتضيات الدستور والقوانين وممارسة كل سلطة لاختصاصاتها في الحدود المرسومة لذلك دستورية. وهذا طبعا يرجع بالأساس إلى قناعة القائمين أو المسؤولين عن تسيير هذه المؤسسات ورغبتهم في أن يتم ترسيخ هذه التجربة، وأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا احترمت المقتضيات الدستورية واحترمت العلاقات بين السلطات. وبالتالي أعتقد أن مثل هذه القناعة يمكن أن يساهم في ترسيخ التجربة وفي سير المؤسسات الدستورية سيرنا
طبيعية. إذا شكرا لكم الدكتور سيد محمد السيد بو أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط. شكرا لكم أيضا الدكتور سليمان الشيخ حمدي مدير مؤسسة رؤية للدراسات. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. وأؤكد أنه كان سيكون معنا الأستاذ الشيخ حمدي نقيب المحامي لكنه اعتذر لأسباب تخصه. وأيضا كنا في انتظار الدكتور يعقوب بلسيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط لكنه لم يلتحق بنا. مشاهدي الكرام أقول لكم تحيات فريق العمل وتحيات المخرج مصطفى محمد، وهذه تحياتي، وإلى أن يتجدد لقاؤنا في حلقة جديدة أترككم في أمان الله.